يا بت، ده انت قلبك ده مليان غل وحقد. ده انت لو كنت طولتي تولعي في البيت الكبير باللي فيه كنت عملتي كده من زمان. تكسري بقى ريتال ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انك تموتي ابنها. ايوه، انا قلبي مليان سواد وغل لكل واحد في البيت الكبير، وانا كنت شفت ايه حلو عشان يبقى صافي ولا ابيض ليكي ولا لغيرك. ايوه يا مفيد، طلع لي في قلبك. هاتي اللي عندك. هاتي اللي عندي، قلته من زمان. مش انا اللي عملتك ده، انا ما كنتش في البيت ولا دخلته من ساعه ما طلعت منه، لكن غيري داخل طالع على مزاجه. مش انا اللي قتل عيل صغير. يعني ايه؟ يعني مين اللي عمل كده؟ روح اقتلي اللي قتل ولدك، انا ما جيتش ناحيته. بس هقول لك على حاجة عشان تبقى هي النهاية. بيت عبد الحكيم ده بيت الشياطين والأبلسة. عايزة تقولي ايه مفيدة؟ لو مش زينب تبقى فوزية أو شمس. صدقي مفيش شيطانه غيرك. ما قلت لك ما دخلتش البيت، وكيف ما انت اتقهرتي على عبد الله، انا كمان اتقهرت على عبد الحكيم. جربتي القهره كيف يا ريتال؟ خليتيني اشك فيكي تاني يا مفيده. بس ورحمه عبد الله، لو اتاكدت ان انت اللي عملتيها لا هخليكي تتمني الموت وما تلاقيهوش. عمتي مالك يا حبيبتي؟ قافلة على نفسك كده ليه؟ هو ايه اللي حصل قوليلي؟ أمي ضايقتك في حاجة؟ طب مرات عمي قالت لك كلمة؟ في ايه؟ كل الكلام اللي قلتيه يا زينب طلع صح. سمعتها زي ما انت سمعتيها. سمعت اللي ما كنتش مصدقاه وبكدب. سمعت اللي كنت بتقوليه وكنت فاكره انك عايزه تبعدينا عن جبريه وتكرهينا فيها. سمعت جبريه في اوضتها وهي بتكلم عبد الحكيم وبتقول له إنها قتلت عبد الله. جبرية قتلت أخوي. أنا لازم أقول لمروان وحسن، هقول لهم إن أمكم اللي قتلت أخوي، وإن كريمة اتظلمت، وإن إحنا كلنا ظلمناها. لا يا عمتي إهدي، مش هينفع تقولي الكلام ده صدقيني. أنتِ لو اتكلمتي هتحصل كارثة، مش هينفع. دي قتلت عبد الله. ايوه دي قتلت اخوي. انا كان لازم اكل كبدها. ازاي ما خلصتش عليها؟ ازاي سكتت؟ ازاي ازاي؟ معلش ربنا عقلك عشان اللي جاي يا عمتي. اهدي عشان خاطري. دي هي سبب اللي احنا فيه ده. مش مهم هي احنا، مش مهم، المهم اللي جاي. لا لا أنا مش هسكت. كل واحد لازم ياخد حقه، كل واحد لازم يتعرف على حقيقته. لا أنت لازم تسمعي كلامي. أنت هتسكتي يا عمتي؟ في حاجات لازم ننساها ونعمل نفسنا إن إحنا مش شايفينها، حتى لو شفناها بعينينا لازم ننساها وما نفتكرهاش، ندفنها جوه التراب ونسكت. أنت بتقولي إيه؟ أيوه أنا بقول لك كده. أنا وطيت على إيد جبرية وجوزتها، وعارفة إن هي اللي قتلت أبويا، بس أنا عملت كده مش عشان خاطر مروان بس، لا أنا عملت كده عشان خاطر العيلة دي كلها، عشان خاطر العيال دي،
قولي لي لما يكبروا هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم مرات عمك قتلت عمك؟ مش كفايه اللي حصل؟ مش كفايه شماتت الناس فينا؟ احنا مش هنقدر ننسى الكلام ده؟ ليه؟ مش كفايه لحد كده؟ خلاص احنا لازم نفكر في اللي جاي. انت فاكره انه قلبي مش محروق؟ لا انا حرقتي كبيره جدا، بس انا عشان خاطر العيله دي وعشان خاطر العيال دي انا وانتي لازم نسكت. فهماني يا عمتي؟ ماشي ماشي يا زين، انا هسكت بس بشرط لا لسان هيخاطب لساني ولا عينها تيجي في عيني ولا اقعد معاها في بيت واحد لحد ما تدفن. حاضر يا عمتي، انتي اهدي واسكتي وان شاء الله يحصل خير. الحقوني الحقوني يا شمس، انت فين يا بنتي؟ اما الحقوني. مالك يا اما؟ فيك ايه؟ بموت. اهدي يا اما. بموت يا شمس. سلامتك. بموت. سلامتك. بموت يا شمس. اهدي روح كلمي. الحقوني الحقوني. نار 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 في راسي. الحقوني يا عالم الحقوني، بموت. مالك يا حبيبتي؟ انت بكلمي نفسك؟ خليها على الله، ان شاء الله اللي عمل العمله السودة دي هيبان وهنعرفه. اتاكدي يا بنتي انه مش من حد مننا ولا من العيله. هتصبر انت كمان. مين؟ الو، ايه في بيت جبريه؟ ليه حصل ايه؟ طيب طيب انا جاي انا جاي. اسمع النكته دي، قال ايه؟ ان ادها ندهت جبريه. قال ان ادهت ده ان ادها تترعب تجيب اسمها. روقي بقى روقي يا حبيبتي.